مرة أخرى بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة. أعرب الملياردير الأمريكي بيل غيتس عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين. وقال المتحدث غيتس خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: هناك احتمال بنسبة 50% أن تكون لدينا جائحة أخرى في السنوات العشرين المقبلة. وكان غيتس قبل ذلك قد حذر مؤخرا من أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهي بعد، وأنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارا وأكثر فتكا. وفي مقابلة مع صحيفة أخرى قال غيتس: إننا لم نشهد الأسوأ بعد، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون صوتا متشائبا، إلى أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا من 50%.